وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل السائل الكريم يقول: انتشرت في الآونة الأخيرة مقولة منتشرة بين عوام الناس إذا اجتمعوا في لقاء وهي مجتمعين عند النبي صلى الله عليه وسلم، فما حكمها؟ هذه مثل قول بعض الناس: زارنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إنما هو خرج مخرج. يعني نسأل الله أن تكون هذه الجلسة الشريفة المنيفة يعني كأنها جلسة من جلسات النبي صلى الله عليه وسلم، نتمثل فيها آدابه ومناقبه وشمائله إلى غير ذلك، فخرج مخرج الدعاء من هذا الباب. مثل من يقول لك زارنا النبي، إنما هو يريد أنك يعني شرفك وقدرك عالي في مثل هذا. فهذا طبعا من الكلمة التي تجرى على لسنة الناس ولا يوجد فيها محظور شرعي، وإن كان بعض أهل العلم قال لك: يا أخي ما يشبه أحد بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يشبه النبي بأحد من الناس عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فمهما كان ما يقول هذا. لكن أرجو ألا نتنطع في هذا الباب، لكن ترك ذلك أولى وأفضل إن شاء الله عز وجل، خروجا من قول الحاضرين مع قول المبيحين. وإنما القصد بها لما يقول يعني مجتمعين الناس، الله أن نكون مجتمعين عند النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مجتمعين على سنته عليه الصلاة والسلام، على آدابه، ما في غيبة، ما في نميمة، لا تؤبن الحرى في المجلس النبوي كما درسنا ذلك في الشمائل المحمدية، بما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما جاء في الحديث عن أبي هالة، وفيه ما قال على كل حال. لكن المنهي عنه لما يقول لك حاضرة النبي، لأن هذه الكلمة لها دلالة صوفية، أن هناك خمسة من أقطاب الأرض يجتمعون ويحضرهم الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول لك حاضر حاضر حاضر، ومعهم السيدة نفيسة قطب الأقطاب إلى غير ذلك. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد، والصلاة على محمد عليه وصحبه وسلم. أخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تم تحرير صوتيا في ليلة الخميس لـ16 خلونا من رمضان العام 46 و400 ألف من جزء النبي عدنان عليه الصلاة والسلام.